بقول لك ايه يا جمر؟ افندم. امال يعني عبد الرحمن بيه نازل ميتة؟ عبد الرحمن بيه نزل حالا ولا ما ينزلش؟ ابوس الواوا. الله يحرق ابوكم. اقعد سلم عليه. تعالي الباشا سلم عليه. بص على الباشا بوس ايد امك. عايز في جنينة الحيوانات ولا ايه؟ هم عاوزين مننا ايه؟ ده انا نائب من 30 سنة قبل ما العيال دول يتولدوا. ايوه انا هجرجرهم في المحاكم. اجي قضايا سب وقصف وتشهير وهلم جرة. لا 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 ياما دقت على الراس طبول. مع السلامة مع السلامة. شوف يا فالح انا مش فضيلك، ابويا العمده قال لي على كل حاجه، بكره هتشتغل في العين السخنه. ربنا يخليك ربنا يخليك لنا يا ابن الدايلك. ربنا يخليك لنا. وصل وصل يا سعادة النائب وصل. انت تؤمر؟ لا خلاص اعتبره من دلوقتي في ايد امينة. هو احنا نقدر ما ننفذش اوامر سعادة النائب؟ موافقة الارض بتاعت سهل حشيش خلصت. الله الله الله. في رعاية الله في رعاية الله يا فندم. اتفضل. وانت بقى فالح بتعرف تنايل ايه؟ اي حاجة جنبك في سبيل ان السواحل انبسطوا. بس انا كان نفسي اطلع ظابط. ظابط؟ طب روح ظبط نفسك كويس. انت هتفضل واقف قدام الغسالة وهي شغالة، اول ما النور الاحمر ينور تفتح الغسالة وتطلع الغسيل. تفتح ايه؟ افتح النور الاحمر واغسل الغسيل. لما النور الاحمر ينور. لما النور الاحمر ينور اغسل الغسيل يا عم افهمني بقى. ما تزعجليش قدام زميلاتي، ما تكسرش بنفسي. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. لما النور الاحمر ينور ايوه تفتح الغسالة واطفي الغسيل. اغسل الغسيل. تشيل الغسيل ايوه النظيف وتحط الغسيل الوسخ. فهمت؟ حضرتك الشغلانة دي مش بتاعت رجالة.